ملعون ابو الفار اللي عملت واحد كده. ونزلت سوق الصحاب انا لاجل اشتري صاحب. ايه كام يا معلم؟ فلس وحياتك يا ابويا. سمعتوا بقى رجاله عن الراجل اللي راح يتجوز وقال لمراته احذفي لي اجابتين، غلطت واتصلت بصديق. اوعى. سلام كبير يا معلم الداوي. انا سلطان، سلطان بمية راجل. الله، هي المرجانة اخويا بالنبوت اللي في ايدك ولا بجوز الارانب اللي ماشيين وراك؟ لا مش بجوز الارانب، بالرجولة. وهتشوف يا معلم. قول له ايه؟ شو ما بصل الشحن ليه؟ ما تحطها على الشاحن. ما تقوم تكمل الموال يا معلم. يا نهار ازرق، الحق يا معلم، ده شكله مات. الحمد لله يا اخويا، الحمد لله انها جت على قد كده، ضربه في ايده البعيد. خدني غدر واخوانا غوايش، ضربني من ورا وانا مش اخد بالي. ازاي يا اخويا والضربه في وشك من قدام؟ ما هي من شده الضربه اولية نشعت قدام. انا هكدب عليك ولا ايه؟ لا يا اخويا، لا يا اخويا، قطع لسان اللي يقول كده. الحمد لله انها جت سليمه على قد كده، الحمد لله. وده مين؟ الف سلامه يا معلم. اهلا اهلا يا باشا، الله يسلم حضرتك. احنا مش هنطول عليك، ما كان سؤال وهنمشي على طول. انت تؤمر يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، احكي لي بقى. سلطان الكلب يا باشا. غوايش جريه وليا في ايه؟ حاضر يا اخويا. الله، لا مؤاخذه يا باشا، مفيش حاجه خالص يا باشا، كل خير. الحكايه وما فيها يا باشا ان انا وسلطان كنا بنحطب شويه بنسلي نفسنا، ومن غير ما يقصد الشومه بتاعته جت في دماغي. يعني ما كانش يقصد يأذيك خالص يا باشا. يأذيني ايه؟ ده اخويا وصاحبي وعشت عمر، ما يأذينيش. بس الناس اللي كانت موجوده قالت كلام غير كده يا معلم. يا باشا الناس كلامها كتير وما بيصدقوا، ما حضروش الموضوع من اوله، افتكرونا بنتخانق. لكن سلطان حبيبي وما يرضانيش الاذيه يا باشا. يمكن عشان خدت منه مراته. بالعكس، ده هو اللي طلب مني يا باشا ان اتجوزها، هو نفسه، عشان سلطان لما اخذها طلق مراته 3 مرات وكان عايز محلل، وانا اخوه حبيبه وعشت عمر، ما يستأمنش حد غير يا باشا. انت متاكد يا معلم؟ متاكد يا باشا. يعني ما بتتهموش؟ لا خالص خالص يا باشا، ده اخويا وحبيبي وعشت عمر. تمام، مش ممكن يأذيني يا باشا. اقفل يا ابن المحضر. وبناء عليه بعد الاستماع الى اقوال الاسم هنداوي على حسنين، قررنا نحن وكيل نيابه اول الهرم الافراج عن سلطان الضبع حامد بضمان محل اقامته. اتفضل انت. بسم الله. شكرا يا باشا، الف شكر. الف شكر يا معلم. نورت يا باشا، نورت. نورت. انت ما اتهمتوش ليه؟ اتهمه؟ انا لسه ما شفتش غليلي فيه. اتهم ويتسجن 6 شهور ويطلع يرازي فيها تاني؟ لا ما ينفعش. امال انت في نيتك تعمل ايه؟ في نيتي، في نيته حمله جميله عشان الطير المدبوح من حقه يفرفر شويه، وسلطان دلوقتي مدبوح يا عيني ولازم يفرفر. فرفر يا سلطان، فرفر يا حبيبي. اتفضل يا معلم، امضي هنا عشان تروح. اروح؟ المعلم هنداوي رفض يتهمك وقال انك ما تقصدش، وقال انكم كنتوا بتحطبوا وان الموضوع كله هزار مش اكتر. نحطب يعني ايه يا باشا؟ يعني تمضي وتمشي. اتفضل يا معلم. الله يكتر الف خيره. يكتر الف خيرك يا باشا، محدش جاك في اي حاجه وحشه يا باشا. السلام عليكم. السلام عليكم.
لو سمحت لو سمحت. ايوه. اطلع على اول الشارع. ماشي اتفضل. المفروض الغزه رايحه على فين؟ ايه يا عم مسلم يا عم فين؟ بص يا حبيبي مسلم يا عم اتكل على الله. يا توزع بقول لك انطر بقى في اوضتك. انطر يا عم. اجري اسلح اسلح يا طوم. أنا الشيء اللي مجنني وعايز أفهمه منك دلوقتي، إيه اللي وداكي مكان زي ده لوحدك؟ رحت أزور دادا أمينة عشان كانت تعبانة وكان لازم أطمن عليها، كان بقالها يومين ما بتجيش، فركنت العربية بره عشان الشارع كان ضيق قوي، ودخلت اتمشيت لحد جوه، وأنا راجعة حصل اللي حصل، بابا أنا خايفة يكون حصل له حاجة. ربنا يستر ويجيب العواقب سليمة، لو سمحت يا دكتور، طمنا عليه من فضلك، عامل إيه كويس؟ إحنا عملنا له إشاعة والإشاعة طلعت سليمة، ما عندوش ولا كسر ولا نزيف، وإن شاء الله تاخدوه كمان شوية. ألف سلامة عليك، كويس إنك بخير. الحمد لله الله يكرمك يا رب، أنا كويس الحمد لله، بس هي البطحة كانت جامدة شوية. ألف حمد لله على سلامتك يا ابني. الله يسلمك. أنا يا سيدي أحب أعرفك على نفسي. أنا اسمي خالد فوزي. والد الآنسة شيرين اللي واقفة قدامك دي. أهلا بيك خالد بيه، أهلا بيك. ربنا يخليها لك يا رب. شوف يا ابني، أنا لو فضلت عمري كله أحاول أرد لك الجميل اللي أنت عملته فيا وفي بنتي ده، أنا متأكد إني مش هقدر أبداً. لأن اللي أنت عملته ده مش حاجة بسيطة أو سهلة. أنت دافعت عن شرفي وشرف بنتي وحميتها وصمتها. متشكر ليك يا ابني. ألف شكر. يا باشا ألف شكر على إيه؟ ربنا يخليها لك ويحافظ لك عليها. دي زي أختي بالظبط، والله صدقني أي حد كان مكاني ما كانش هيسيبها. إحنا عندنا شباب جدعان وزي الفل. انما العيال دول ولاد حرام وربنا ينصرنا عليهم ان شاء الله. لا مش اي حد ممكن يعمل موقف زي ده غير لو كان شهم وجدع. انت كنت ممكن تموت بسببي. الف بعد الشر عليه. الحمد لله جت سليمه. وعلشان اكمل التعارف مظبوط، انا يا سيدي بشتغل محامي، يعني لو احتجتني في اي وقت من الاوقات في اي خدمه انا تحت امرك على طول. ربنا يبارك لك يا باشا، والهي ما يحوجني ليك ابدا ولا احتاجك خالص. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور. فين عبد الله سالم الطيب؟ انا عبد الله. قوم معايا يا عبد الله. معاك فين؟ انت متهم بشروع في قتل. لو سمحت يا حضرة الضابط، ممكن حضرتك توضح اكتر؟ كان في واحد في الخناقه دخل على المركزه وحالته حرجه جدا. حاله حرجه جدا؟ هو انا مش قلت لك مش هحتاجك يا باشا؟ انا محتاجك. يا ولد دخل في مالك؟ الحكومه يا معلم بتدور عليا. الحكومه؟ ليه؟ أصل إيه يالا؟ ما تتكلم أنت. الشيطان غوانا يا معلم. أنا والواد بيشلا وقابلنا بنت كده فشقطناها وطلع الواد عبد الله من تحت قضية الأرض، معرفش طلع من أنهي داهية الواد ده. وبعدين كمل. وبس يعني ما 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 بس هتبزبز يالا؟ ياد إيه اللي حصل؟ كمل. الواد بيشلا سقط مني يا معلم، معرفتش أملصه وسبته سايح في دمه، ويا دوبك أنا ملصت بالعافية. حسيت من بعيد كده، عرفت ان هو في ارضاء المستشفى، والموضوع بقى فيه سين وجيل. سين وجيل؟ يا دي النيله على جبائك. هي ناقصه يا ده؟ هي ناقصه مصايب بلد تتحدف على دماغي؟ وبعدين اود وش من الناس دي فين والخلق دي فين؟ بعدين يجي اللي اسمه عبد الله ده اللي طلع في المؤتمر الجديد يصيط ويعلم علينا ويتنطط على افانا؟ ما تسيبناش يا معلم، ابوس رجليك ما تسيبناش، احنا رجالتك برضه يا معلم. اجمد يالا، روح كمر نفسك في اي مكان، ما تخليش حد يشوفك، وانا هتصرف. يلا اجي بسرعه. ماشي اجي. ماشي يا معلم. جت هيتشال واقف ولا ايه؟ مش عارف اقول لك ايه يا استاذ خالد، لولا كان زماني محبوس. ما تقولش اي حاجه، انت اللي مش عارف القانون كويس يا عبد الله، ويكون في علمك انت موقفك سليم جدا، لانك مجني عليه مش جاني، وزي ما سمعت جوه انت كنت في حاله دفاع شرعي عن النفس وعن الغير. طب الحمد لله، وكويس انك طمنت على بنتك. والنبي يا استاذ خالد ما تخرجهاش لوحدها بالليل تاني. حاضر يا عبد الله. الله يخليك يا رب. امسك المبلغ البسيط ده تعويض ليك عن اللي حصل. يا باشا ده عمل خير وربنا جعلني سبب فيه، وانا عندي اخوات بنات، الله يسترك ما تزعلنيش منك. حاضر يا عبد الله. ماشي يا باشا. انا مش هزعلك ولا ضايقك. خلي الكارت بتاعي ده معاك بقى يا سيدي، اطلبني في اي وقت تحتاجني فيه. في الخير ان شاء الله، لان انا مش متفائل بنفسي خالص. بيتي ومكتبي مفتوحين لك في اي وقت يا عبد الله. الله يسترك يا رب.
انت رايح فين دلوقتي؟ لا انا بدماغي دي هروح انام بصراحه. لا تنام فين، انا لازم اوصلك بنفسي. يا باشا مش عايز اتعبك، والنام بلاش اتعبك والله. اركب بس اركب 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 تعالى يا باشا، والله مش عايز اتعبك. يلا يا عبد الله. طيب بسم الله ما شاء الله. انت تعرف عيال الصياع دول منين؟ دي عيال بلطجيه شغالين في الموقف اللي انا شغال فيه، واللي حميم واحد اسمه سلطان. كويس قوي. انت تعرف ان انت بشهادتك دي هتثبت عليهم التهمه اول ما يتمسكوا؟ يا باشا اللي انت هتقول لي عليه انا هعمله. اتفضل يا باشا. ايوه اهلا اهلا يا فهمي باشا، اهلا وسهلا. حاضر حاضر يا فندم. لا بكره ان شاء الله على ميعادنا الصبح في الشركه ان شاء الله. مع الف سلامه. مع السلامه يا فندم. مع السلامه باشا. ايه الصوت ده يا باشا؟ ده الحزام يا عبد الله. طب قلت دوست على زرار ولا حاجه؟ الا قول لي احنا كنا بنقول ايه يا باشا. انا بقول لحضرتك اللي هتقول لي عليه انا هنفذه. وانا عاوزك تطمن خالص يا عبد الله. ايوه العيال دول هيتجابوا، يعني هيتجابوا ان شاء الله. هيروحوا مني فين يعني؟ ان شاء الله ربنا كريم. ربنا يزيدك يا باشا يا رب. تمام هنا يا باشا، انا بيتنا هناك اهو. اتفضل معانا يا باشا. الف شكر. محتاج انت اي حاجه؟ الله يسترك يا رب. مع السلامه يا عبد الله. شكرا يا فندم. السلام عليكم. شرفت يا باشا. شرفت يا باشا. السلام عليكم. سلام يا باشا. اتفضل اتفضل. السلام عليكم. والله يا خالتي لفيت عليه في كل حته. رحت له الموقف قالوا لي مركاشي من اخر مشوار خرجه. رحت له القهوه ما لقيتوش موجود. ورحت لابو عميره قال لي ما يعرفش عنه حاجه. طب ابو عميره ما جاش معاك ليه؟ هو كان عايز هيك، بس انا قلت له ما تكيش. هيك يعمل ايه يعني؟ ملوش لازمه. انا قلبي واكلني على الواد. طب مش يمكن يكون هيبات عند اي حد من صحابه؟ صحاب ايه يا نادي؟ هو ليه حد هنا خيري؟ لا ملوش. لا احنا بنعمر ما بات بره. طب كلميه تاني كده ياما، يمكن من كل ما بالت فتحه. تليفونه لسه مقفول. طب والحل؟ هنفضل قاعدين كده حاطين ايدينا على خدنا؟ هو انت مش في حكم خطيبي؟ ما تقوم تتصرف. يا دي الليله السودا، هو انا خطيبك بس في الحاجات دي؟ في النكد بس؟ والله العظيم يا خالتي لفيت. ماشي انا هنزل الف عليه في المستشفيات والاقساط. لا لا يا خالتي على ايه؟ خلاص انا هنزل الف عليه، هنزل الف عليه ومش هركع لما الاقيه. مش انا خطيبك برضه؟ لازم الف عليه. ايه ده؟ ايه ده يا عبد الله؟ مالك يا حوي؟ في ايه يا عبد الله حصل؟ مفيش حاجه، انا كويس يا مهدي، مفيش حاجه. مين اللي عمل فيك كده يا عبد الله؟ اه حرام عليك، دماغها تنفجر سكرين. انا كويس يا ابني. ما انت بقى ما توجعش قلبي ياما. شويه عيال بلطجيه كانوا بيحاولوا يخطفوا بنتي ويغتصبوها، الحمد لله ربنا ستر واتصدرت لها الحمد لله. وهي حصل لها حاجه؟ البت دي كانت هتضيع، الحمد لله في اخر لحظه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عمرك شهمه وجدع يا اخويا، ربنا يسترك. انت من ساعه ما اشتغلت على التوك توك وانت كل يوم والتاني ترجع لي فيك حاجه. ايه الشغلانه دي؟ انت لازم تبطلها ياما. هي سجاره عشان ابطلها؟ الشقه واحد، ان كان في توك توك ولا ان كان في وزاره. انت كويس يا عبد الله؟ الحمد لله. وما كلمتنيش ليه يا عبد الله؟ ما انت على طول بتكلمني في المواقف اللي سايتيه. قول لي قول لي مواصفات العيال ايه؟ انا داخل انام. سلام. هتقول لي مواصفاتهم يا عبد الله؟ لان انا مش هسكت يا عبد الله. اسيبه يرتاح يا خالتي بالاذن. انا سلام يا ناتي. سلام. موتني ناقصة عمري يا عبد الله. ما خلاص بقى يا ماما، ما هو جه. عارف يعني ايه تبقى وكيل لشركة كبيرة زي الشركة البلجيكية للأساس؟ موضوع التوكيل ده هيكسب الشركة أضعاف مضاعفة من غير ما نصنع موبيليا ولا نتعب. اه بس ما تنساش إن مدام هايدي مش موافقة على المبدأ من أساسه، وهي صاحبة النصيب الأكبر في الشركة، يعني الكلمة الأخيرة والفصل هتكون ليها طبعا. أمال أنا كلمتك في الموضوع ده ليه؟ ما أنا عشان عارف إن هايدي بتثق فيك. فهمي باشا، أنا بالنسبة لي كمحامي للشركة ما عنديش أي مشكلة. خلاص همتك معايا بقى في الموضوع ده. حاضر، تأكد إن هعمل كل اللي عليا. بس هي اتأخرت علينا، مش عادتها يعني. لا 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 ما تقلقش، زمانها على وصول. Thank you.
عليك يا رب يا مسهل الامور والاحوال. يوه على فين يا عبد الله؟ راح اشوف رزق يامه. يا ابني انت لسه تعبان. ياما التعب مش هيخلص والرزق ما بيستناش حد، والحمل عليك انت وفاديه كتير قوي. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لك يا عبد الله، ابقى عدي على المعلم ابو ياسر صاحب الشقه، اصله جه هنا امبارح. عايز ايه؟ عايز يخلي ايجار الشقه 2000 جنيه. 2000 ايه؟ جنيه. ليه قاعدين في الشيراتون؟ ما كانت مهجوره ولا حد بيعبرها. انا هكلم ابو عمير. 2000 جنيه قال 2000 جنيه و1000 جنيه بخور. انا هعد عليه. يما انت فين يا جزب؟ هلا ابو عمير. برضه نفس الموضوع. انا قلت قبل كده حكايه الدمج دي لا لا. ليه بس؟ هيحصل ايه لو دمجنا الشركتين مع بعض؟ ولا حاجه، بالعكس ده مكسب كبير لينا. بس مش هيكون لينا اي هويه. بص يا بابا فهمي، عشان اونكل خالد برضه يسمع نفس الكلام، لو انتوا حابين نفض الشركه دي انا ما عنديش مانع، بس دمج وامحي اسم بابي بعد كل التعب اللي هو تعبه ده لا. شوفي هايدي، انا عاوزك تكوني مطمنه خالص، مفيش اي حاجه ممكن تمحي اسم والدك من الشركه اللي تعب فيها، هيفضل زي ما هو دايما موجود. ده غير اننا بقى هنستفيد من الارباح اللي هتبقى بالملايين وهندخلها في حساب الشركه برضه. احنا جايز لو عملنا اللي انتوا بتقولوا عليه ده هنكسب الملايين، اه بس هنخسر الروح اللي بتميزنا في السوق. انا كل قطعه بتطلع من هنا بعتبرها تحفه فنيه لازم احافظ عليها. موضوع بقى الفلوس والارباح ده ما بيشغلنيش. ايه قيمه الفلوس لما نخسر الاسم اللي حققناه جوه وبره مصر بعد كل السنين دي؟ عن اذنكم انا هروح مكتبي. قولي لي، هو حاتم جاي من شرم امتى؟ كمان يومين ان شاء الله. طب كويس، اتفضلي. عن اذنكم. ليه بس كده يا معلم؟ انت كده بتصغرني. انا ما صغرتكش يا ابو عمير، واظن انا عملت اللي عليا. الراجل كده بوخ قوي. الراجل هو في شقه دلوقتي بالسعر ده؟ ما هو برضه ما فيش شقه مسكونه ب 2000 جنيه. ايه؟ يعني مثلا اخر شقه مسكونه انا عارف ايه ب 130 جنيه. ده انا صارف 3000 جنيه حق البخور عشان اضرب العفاريت بتوعك. غير الشيوخ اللي كل يوم بيقرف. فته وكده. ايه اللي جدك دي؟ ايه اللي جدك دي؟ ايه اللي كدك دي؟ ما تخرس يا قلبي. اللي جد ان الشقه اتفكت عودتها وحوار العفاريت ده طلع كده. مين قال لك كده؟ ده انا لسه سايب عفريت بيستحمى هناك في البيت. هو ما بيسهقش حومه، انا عارف مش سولوت. ده لسه متجوز جديد. شوف يعني الشقه دي ما حليتش غير لما عبد الله سكن فيها وجاي لها عريس متريش ويدفع ال 2000 جنيه. يجيب معاكو يا عم الحاج القرد على الارض والموز فوق الشجره. مش قد الموز يا حبيبي ياكل سوداني. يا باشا السوداني غالي خلاص. اصرف الشقه على ناصيه ومفروشه. ناقص تقول لي كمان انها بتطل على كنينه وفي حمام سباحي وفي استابل خيول. بقول لك ايه؟ خلاصه الكلام، هتدفع يا عبد الله ال 2000 جنيه هسيبك في الشقه، مش هتدفع ال 2000 جنيه هجيب فيها زبون. يعني دي غلطتي؟ دي غلطتي ان امنتك وما رضيتش امد عقد. الله يسامحك. احسبها زي ما تحب. انا صابر عليك عشان ابو عمير. متشكر يا معلم والله اصيل. وعشان خاطر ابو عميره هديك اسبوع مهل ترتب امورك وترد عليا. ها عداني العيب؟ والله الصراحه يعني الراجل بيقول كلام، يعني بيقول ايه؟ بيقول كلام وحش. وحش. بيقول كلام زي الزفت. ماشي يا ابو عميره. حضرتك بقالك ساعة متأخرة عن الدواء ومش هينفع كده، لازم تاخديه. مش عايزة، مش هاخد حاجة. قلت لك امشي اطلعي بره. يلا بره. طب خلاص اتفضلي انت، انا هتصرف. في ايه بس يا مامي؟ مش عايزة تاخدي الدواء ليه؟ مش عايزة، مش هاخد حاجة خلاص. بس انت صحتك الحمد لله ابتدت تتحسن عليه. انت بتضحكي عليا ولا على نفسك؟ 20 سنة، 20 سنة وانا في الحال ده. سيبتي يا بنتي، زهقت من الأدوية، جسمي حتى تعب منها. ده غير إني مش عارفة أعيش حياتي. يا مامي ده اختبار من ربنا ولازم نبقى أقوياء، مش أنت اللي علمتيني كده؟ استغفر الله العظيم يا رب. راضي يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ممكن عشان خاطري توعديني إنك هتاخدي الدواء؟ حاضر، عشان خاطرك أنت، أنا باخد الدواء عشان خاطرك أنت. خلاص. انا هنزل الاتولي عشان عندي كام حاجه اخلصها، لو عوزتي اي حاجه ابعتي لي حد. قولي لي يا حبيبتي جوزك جه؟ لا لسه فاضل له يومين. يجي بالسلام. مش عايزه حاجه؟ سلامتك.
ربنا يخليك لي. مبروك يا جوز بنتي، أول مرة تطلع راجل وتصدق في كلمة. بمناسبة الرجولة بقى، أنا البيت هيفضي عليا أنا وأم سماح، ما تديني حباية من اللي معاك دول أحسن الشيطان شاطر. امسك ده في إيدك ما تقولش لحد، حلال عليك الشيء كله. طب وأنت؟ ما أنت دخلتك الليلة برضه. ما تقلقش، جيب السبع ما يخلاش. مبروك يا أبو العروسة. اتجوز اسمك نصيب يا ابني، مش مكتوبه لك. سامحها وما تزعلش منها. انا مش زعلان منها، انا زعلان عليها. دالي ايه حالف دالي كتير ما بحلاقي كده. ما تلاقي هدومك. قلع انت عبيط. امال هتنامي كده؟ اه الا اه خلصي بقى على اخري. وانا مالي؟ مالك يعني ايه؟ امال انا متجوزك ليه؟ محدش قالك تتجوزني. وبعدين اللي في بالك ده انت مش هتاخده، عايز تاخده خده وانا ميتة. سماح بقولك ايه؟ بلاش الافلام العربي بتاعتك دي. انا دفعت فيك كتير قوي، هنقضيها مع بعض اخوات ولا ايه؟ انت ما اشتريتنيش. ايه ده بنت؟ اقسم بالله لو قربت مني لا دب السكينة دي في قلبك. قلبي؟ قلبي اللي بحبك يا سماح؟ اه ده كلام برضو. طب خلاص خلاص هسيبك المره دي عشان لسه ما خدناش على بعض، بس وحيات امك دي اخر مره. ها مش هصبر كتير انا. بس يا بت اوه مستر حاتم. وير از هايدي؟ شيز نوت هير. اوكي تيك كير اوف ذس. لا يا حبيبتي انا لسه في الشغل. وحشتيني. خدي بالك من نفسك، بحبك. عشان عملت لك مفاجأة. لا رخم عشان خضتني كده. خالصين انا خضتك وانت عورتيني. مش انت قلت ان قدامك يومين؟ بالنسبة لعيد جوازنا مش لازم اجي يوم عيد جوازنا يعني ولا ايه؟ طب وشغلك؟ اجلته. كل حاجة تتأجل عشان خاطرك. غمض عينيك. شكلك حلو قوي وانت مغمضة. افتح؟ افتحي. دي الفرش اللي انا كنت عايزاها. جبتها لك مخصوص من باريس. ميرسي يا حبيبي. انت بقيت بتحب الرسم ولا ايه؟ انا بحب كل حاجه انت بتحبيها يا حبيبتي. انا بحبك. مين؟ انا ابو الاسد.
أنا يا أبو نسب. تنسى مايه وضد؟ أنا أبو نسب. دول 2 كيلو موز و ارميهم في الارض، ارميهم ونص برتقال عشان نحل بيهم بعد الغداء. صباح ايام بركه يا هريس، اتفضل. يصبح. اهلا اهلا، ازاي ده؟ انا تصدق بالله انا الحبايه اللي خدتها منك امبارح، اسكت، عملتني 14 حصان، رجعتني لايام الملك فاروق. تصدق يا جوز بنت يا غالي انت؟ لا لسه ما بقتش جوز بنتك. ليه؟ خسعت كده من اول يوم؟ بشر، العطل مش مني، العطل منها، هي اللي محجره دماغها. يا بشوق بالهداوه بالهداوه يا بشوق، دي لسه بنت بنوت، شويه ملاعبه شويه ملاطفه. هو انا اللي هفهمك؟ ده انت شغلتك شغلتك المحايله والملاعبه والملاطفه. لطفت وحننت ودعبت ومفيش فايدة، وفي الآخر إيه؟ رفعت عليا السكينة. يا بنت المجنونة، طلع لأمها بنت ليه؟ طب أنا كنت جاي أطلب 700 جنيه. ماشي يلا، خيرها في غيرها. اشرب اشرب والله. إيه ده؟ مصدع مش عايش. يا راجل، حد يصدع؟ بالراحة يا عم، هو الرسوس. ده طعمه غريب. تصدق انا كنت جاي اطلب منك 700 جنيه بس ما دام الليله باظت خليها اليوم تاني بقى. بس يا حبيبتي، بس ما توجعيش قلبي. انا مش عارفه يا اما اللي انا عملته ده صح ولا غلط. ما هي برضه ما حصلتش انك ترفعي عليه السكينه. مش طايقاه يا ماما، مش طايقاه. معلش مدام رديتي استحملي، اهي جوازة واتفرضت عليكي. بصي يا حبيبتي، اللي يجيكي غصب خديه بالرضا عشان تعرفي تعيش. لا يا ماما مش عايزة، مش عايزة يا ماما، انا غدري. انت سبت شغلك وجيت مخصوص عشاني؟ انا اعمل اي حاجه عشان خاطر اشوف ضحكتك دي. ايوه دي بالظبط. اي حاجه اي حاجه، يعني مش اي حاجه اي حاجه يعني. طول عمرك بكاش انا عارفه. نورت يا حاتم بيه. الحاجات اللي انا طلبتها منك في التليفون تمام؟ كله تمام يا فندم، كل حاجه هتتم زي ما حضرتك طلبت واحسن. اجازه سعيده. شكرا يا احمد. Thank you.
سماح. انت عملت شوي ايه يا سماح؟ انت بتاعتي. ابعد عني. ابعد عني. ابعد عني. بتاعتي يا بنتي.